أعلنت وزارة الداخلية أن مديريات الأمن وجهت حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة. في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى إعادة الانضباط في الشارع المصري، تأتي حملات اليوم الواحد التي تشنها مديريات الأمن بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في الشوارع وميادين المحافظات التي تعاني من تكدسات بسبب إشغالات أو عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، إضافة إلى ضبط كل ما يخل بالأمن العام. من هنا انطلقت هذه الحملات بتزامن في المحافظات وتستمر على مدار اليوم، وحققت نتائج إيجابية من خلال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، فضلا عن التشديد على قائد المركبات بالالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يتحقق الانضباط المروري الذي يحافظ على حياة المواطنين. وقد تم خلال الحملات إزالة إشغالات تعيق حركة السير من باع جائلين ومحلات تجارية، وجار استمرار توجيه هذه الحملات بما يعمل على القضاء على كافة المظاهر السلبية التي تخالف القانون.